احتفاء بصعود فريق الاتحاد الرياضي لطنجة لقسم الأضواء في الدور المغربي لكرة القدم، نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع طنجة المدينة لقاء احتفاليا ببعض نجوم الفريق كالحارس محمد بسطرة، لاعب وسط الميدان عادل المرابط، ومدرب الحراس محمد جباري. إذن هذا اللقاء هو جاء أولا نقول مش تكريب ولكن نقول لك واحد التفاتة من الشعلة ديال طنجة بهاد النخبة ديال اللعابة اللي عطاو مجهودهم وعطاو بدلو واحد المجموعة ديال هذه وخصهم يتذكروا وكذلك يعني فرصة باش الشباب ديالنا يتلاقوا مع هاد الشباب وهاد الناس ديال الرياضيين باش يعطيوهم عاود فرص للتلاقي والتحاور تكون واحد بادرة مهمة باش هذاك الجيل ديال الناشئ حتى هو يتعطش بهاد يتبع بهذا الجانب الرياضي لأنه الجانب الرياضي مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التفاعلات ديال جميع مكونات الفريق على صعود فريق اتحاد طنجة فهي جد ايجابيه وجد الفعاليه، فهم مسرورين بهذا الانجاز اللي قاموا به الحمد لله. فهذا الانجاز ماشي غير فعاليات ديال الفريق، فالجمهور ديال مدينه طنجة فهو مشكور على هاد يعني على هاد التشجيعات ديالهم على هاد المؤازرات ديالهم الفريق ديالهم. فمن بعد 8 ديال السنوات اللي عاشها فريق اتحاد طنجة في قسم الظلمات كنظن بان كان مفروض علينا هذه السنه هذه باش نرجعوا الفريق للمكانه الحقيقيه اللي كيستحقها وهو القسم الوطني الاول. كنتمنى من المسؤولين باش يخليوا هذا الفريق يعني يكون ديما فريق يعني كبير، ما بقاوش نعيشوا ديك الزلات وديك الشيء اللي مرينا فيه المواسم الماضيه. بالنسبه لليوم يعني اليوم الجمعيه ديال الشعلة ديال التربيه والثقافه عطات واحد الدرس اليوم اللي يعني بادره بدات بها يعني في الاحتفالات، وكانت مبادره يعني في مبادره حسنه، وكنتمنى تكون هاد البادره هذه يعني من جمعيات اخرين. الاحتفاء حسب منظميه ينم عن الاهتمام والتفاعل لنشر ثقافه الرياضه في صفوف الناشئه، كما يجسد الاعتزاز بفريق اتحاد طنجه الذي حقق حلم الجمهور الطنجي.